ثاني واش فايت ليك تحتي في شي موقف خلاك تصعب في الزنقه؟ واش فايت ليك جات صاحبتك جات معاها شي صاحبتها وعجباتك صاحبتها؟ واش فايت ليك حلمتي براسك كدير بيبي وفقتي لقيتي راسك دايرها؟ صافا بخير كلشي مزيان احنا بجوج خويا انت تدخل عندنا؟ لا هذا قال مزوين خرج اليوم جيناكم في واحد الفيديو شويه بغيت ندير التكنيك ديالك ما نطيح حتى صاحبي لا لا شوف اللي خرج من الجماعه شيطان انا ماشي شيطان لا لا عارفه سمع شوفوا ما حيت المنطقه اصلا جايبينها غنسالو ونكملوا فيلم المهم الخوت اليوم واحد الاسئله اللي محرجه لينا كاملين المهم فوفوك شنو هي الاسئله اي انا بصي ما عارفهم شوفوا لي كتبوا فوفو اختي صوفيا صيفطاتهم لي في واتساب انا عارفه ولكن ما يعني ما ماشي قريتهم باش نجاوب عليهم انا غنقول لهم وغنجاوب حتى هي اللي شافت وقرات حنا باقي ما شفناش حاجه دابا هي غتسولنا كامل ما تحرجيناش بزاف غنستفكوا كامل فوق شو لا لا السلام عليكم كسكسو كسكسو خلينا نبدا يلا المهم سؤال الدراري ابخي حنا البنات صافي شنو ابخي حنا ويلاك اوكي نتوما الاولين نوالا زعما نتوما نوالا دابا الاسئله عندي الاسئله عندي اوكي ماشي مشكل ماشي مره علينا والله يا ودي والله يا ودي شي الاولى مره علينا مره علينا والحاج راه قلت لك نمشي الاولى مره علينا مره علينا مره علينا مره علينا وحاج جيت نسمع بومرج سي 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 ماشي ديري ما بقايت انا ولد بنت وكتسمع ما كنتش حاملوه شنو بان انيق واحد خاصك ميك اب نوب السؤال هو واش فايت ليك جات صاحبتك جات معاها شي صاحبتها وعجباتك صاحبتها انا في صراحه لا انا كنت زعما ما تيجي زاد في صراحه او ماي جاد يا صراحه يا مريم انا ما انا بعدا ما مصاحبش بزاف مصاحب غير شي مرات ميكسي صغير وهي اصلا عباره عن ايه يا ما تقراش الحب تاع شي حاجه جات روعه جمعت لي حب وتبن يا ما تقراش جمعتني من رجليا لراسي بس سؤال لك صوفيا انا ناري صوفيا ما تقولش لي واحد جوج قولي لي ثلاثه لا اختي لا عاودوا لينا دابا قولوا لي شوفوا الصراحه كان جوجت مع صاحبه ولكن انا عجبني صاحبه وتصاحبت معاه وبقاش صافي الواعر انت اللي ضربت الدنيا بركنتها لي بوك مش دابا المهم انا لا صافي مزيان سؤال ثاني سؤال ثاني واش فايت ليك تحتي في شي موقف خلاك تصعب في الزنقه راني شكرانة انا صراحه كنت شفت كنا واحد الوقيته كان فهمتي كنعقلنا طايش كنا باغيين نحرقوا بالكم شي طنجه وتحسرنا وبدينا بدا السعايه ما كاينش صحاب ديك السعايه يجمعوا قرا يحرقوا بها لا ماشي سعينا الفلوس سعينا الماكله كنا كنمشيو عند ريستورون بالليل كذا كندخلوا عندك نقولوا عمر شي حاجه عطانا ناكلوها كان وقع ليا بزاف هذا البلان واحد الدري كان دابا انايا كنت غادي واحد البلاصه غادي نسرك قال لي وكان غلغد ليه العيد قال لي ايوب جيب لي معك شي صاك دابا وراني فلوس وهاديك الفلوس ما كفلتنيش باش نجيب له الصاك صدقت شطرت معاه قلت له هادي اللي عندي والدره باغي صافي خديت معاه داك الصاك مابقاش عندي شي درهم باش نركب نمشي للدار شنو غندير شنو غندير شنو غندير طلعت واحد خونا زايد قلت له خويا بروج ما تعبنا معايا راه بقاش لي فلوس ملك وبغيت تخيل اي كيسعك تخيل خونا هو يقول لي فهمتي كتحبلو انا كنت مرقن به قال لي شنو جا كنبربس بغيت انا نعطيك تحبلو كنعيق عليه ما بقاش صافي هو يقول لي صافي مشيت بحالي بقيت كنفكر شنو غندير صافي مشيت شنو الطاكسي قلت له خويا توصلني كدا هادي حدا الحوانت غنزل مشيت لواحد الهري كنعرفو عطيتو الفلوس صافي ايوا مسكين صافي هذا هو البلان انا اختي الحمد لله ما عمره وقعت لي حتى حاجه ماما خرجت واحد الحاجه راه نخلي لكم النيميرو ديال الكونت ديال السيارة ديال ايوب تخرجت برا يلا خذ اول رضا اول اه باش نحط لكم في الديسكريبسيون والله الا جيت لعيب فايز يطلعي برا وجه ولا غير برا شوف تعاونوا مع خوكم شوف تعاونوا مع خوكم شوف تعاونوا مع كان خرجني على قبل ورقه الموحد اللي كان كيطبعوا الموحد باش ندوزو امتحانات وخرجني على قبل هذيك درهم اللي انا ما عطيتهاش
وسعيتها في الزنقه هي الاساسي ديال اللي تكون عطاني واحد الراجل ودخلت عطيتها. شريت لكم صونيتو الاكس ديالكم بني مرو بريفي باش تسمعوا الصوت. جابوا البنادم صوت الاكس ديالكم سمعي صوت واحد الشيء بزاف جابوا البنادم بزاف. طب راه كتسول كتصرا اصلا ما كتجاوبش. اختي كنصوني لي بريفي كيجاوبني كنرتاح صافي. المهم تنسمع صوت. لا انا لا طيب سؤال موالي عبدو ما جاوبش. انا زعما واش عمرني صونيت ليها بريفي باش تسمع صوتها. لا لا واقيلا فايت صونيت لعبد ما عقلتش كيف مخاس من الاخر. لا عمرني درت هاد القضيه انت عبدو انا ما عنديش الاكس. الشمس العشيه ناني ناني واش فايت ليك حلمتي براسك كدير بيبي وفقتي لقيتي راسك دايره زعما كنا غادي نفطروا بي وخا بيبي خلاص انا غادي نفطر موي ما خد انا صابرين كنا صابرين نقول هذا الطريق اسمه ذا ما كانش غادي تروكي عادي الله يسعدك دابا انا سولتكم ماشي هو داك ماشي هو السؤال انا ما قلتش لكم هو السؤال كنت ناعسه حلمت بلا داش بيبي وفقت ماشي هو السؤال قلت لكم بيبي تكوني حكيت حلمي براسك انا كنت ناعسه شفت طونت يعني قالك تدير بيبي بزاف يعني راه دارتها في الحلم قلت لك حلمت راني ندير بيبي وفقت وسطاسي باينه في الفراش. اي واحد كيتوقع عليه دابا كاين شي دري صغير ما غاتوقعش دابا مستحيل مستحيل شي واحد غير ما وقعش كاين شي واحد ما وقعش ليك توقعات ليه انا ما عمرها ما وقعت لا ضروري انا ما عمرها ما وقعت انا ما عمرها ما وقعت ولكن الخوش انا بقيت تنبول حتى وصلت للرابع انا عاقل عليها توصلت للرابع والخامس عاد حبست البول ماما كانت بوال امي كانت كنت بوال صافي عادي انت يا انايا انا في الصراحه ما كنتش ليكم دابا بغيت نصوني الوالده نقول لها انايا الروض الوالده جابت يلا غنطلع تحضيري من تما ما كنبوش ولكن كنت حلمت في هذا الحلم بصح كنت حلمت راني خرجت لواحد الغابه زعما كنت تركل كدا هادي وكنبول وانا كنبول في بلاصتي صح ولا اسخون صح ما سخون قال كنبول كنبول تي درتيو انا الخطره ضحكينا كملوا اوكي واش فايت لك عجبتك شي دري من انستغرام ولا من الفيسبوك وتلقيتها في الواقع انها خايبه او ماي جاد ما هذا يا هذا بزاف شحال من وحده تبان زوينه في التصاور فلتر تصبيط وجهك داك انت عاش الابيض من الجهه انت ذاك اليوم انت شي وحده ماشي جوج بس وانت لا وانت دري لا لا انا وقعت لي واحد المره واحد خونا هضر معايا تيتيز نهار تلاقيته وانا نهرب شنو هو الحل؟ انا اصلا عمرني يعني الحل لا بغينا نتناو هاد دوك البنات اللي كيبانو زواورين في التليفون بحال ويك فوق تفورماطي وسنا بالرجوله نهايك دوك الشيء الدراري نورمال بحال هاد كيما كنبانو نورمال نورمال انا والله تم شو وجهك في الكاميرا نورمال وبيني نورمال تسالي في فيديو قولي شكون يطلق معاك والله اصلا ما لقيتش هاد الشيء سيتي عاودي يلاه سمع شفت ليك خرجتي عينيك شي واحد وانت غالط انت اللي غلط كنت خرج في عيني جاوب انا جاوبو عبدو خليه هو يجاوب بما فكرتي جاوب انت غلط كنت خرج في عيني جاوب جاوبو نتوما بعدا انا شكون هي انا حصلت كنهضر مع خونا وشافني انا ولا لا وتنكر مش انا ما درت والو وكنت هضره أميل الحماق شو تشي رجعت وانا ما عرفت فيه الدراري شكون بعد الاسئله هذا الصدق الاسئله قول لي قول لي سير وجاوبنا انا لا ما قلتش واخا تقدر تكون ولكن ما قلتش
تقدر انا يعني انا ديجا دايره لك ما عقلاش شنو السبب. نقدر نقول شي حاجه نكذب فيها ان شاء الله. لا ما تفكرتيش بهم. صافي سيري السؤال. المهم واش عمرك قمعتي شي واحد مباشره وعلاش قمعتي هكا في وجهه؟ وعلاش قمعتي انا؟ لا 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 جا لا جي انا قول لي نسا شنو قمعتو في وجهه صاحبي؟ وقفني بالزنقه وقفني بالزنقه بغى يسميه صدق تقى مع حدا صحابو. او ماي جاد. ايوا اي اصلا راه سي نورمال. نسا موال ما تسمي وقفنيش محدي. واش عمرك ركبتي في سطافي؟ انا يا ركبت في سطافي. علاش فراسكم جعلات؟ شنو سطافي؟ على الكمامه صاحبي ديال الكوكوط. انا يا على الكمامه ركبت انا خويا ما مركبتش الله ينجيني. انا ركبت لا اف والخوت داروا البلان ديال الكمامه وليت يوميا غادي فيها غادي جاي في العماريه. اي واش حمق هذا الزوني 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 خمسه برابعه من حدا الباب يا مسكوبي. حنا راه كانوا كدوزو عند اللي كيلقاو في الباب با 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 كتغمزها من صوفيا. عادي طاطلي قولها صحاج باش نكذب هضري. لا هي صراحه كنت دحست مع واحد خونا بسل عليا بزاف ودابس معاه وشافنا واحد البوليسي هو يعاد كانت واقفه في الطابيط عاد له هزوني انا. لا انا هزوني هزوني ثلاث خطرات. مره هزوني على كمامه في رمضان ومره على واحد ال... واحد ال... واحد البلان وثالث مره على واحد الدريه كنت ضربتها وهزوني صافي. صراحه انا مره حيت انا دوز السؤال موال. واش عمرك درتي مع شي دريه وخويتي باع ولا عم... السؤال نفس السؤال البنت جاوبوا صح هذه حاجه طبيعيه انا يعني. ماشي مره ماشي جوج خوت علاش قوه البروجيات قوه الاعمال قوه ال خاص تقول لنا امتى وعلاش وفينا صاحبي ماشي اه واحد بنت واحد بنت بعيده واحد البنت ساكنه بعيده قالت لي غنجي عندك وكذا وهذه كنت غنجي عندك انا قلت لها صافي اوكي ولكن هي ما قلت لها قلت لي غنجي عندك ما قالتش لي النهار بالضبط تجاز وقلت صوني لي وانا كان عندي بلان كنت انا في طرفين كان جيت للبلاصه كدا هادي بنج بحال بغات دير لي مفاجاه بلا هكدا صافي انا عندي بلان ما لقيتش كيفاش ندير صافي خليتها هكا كتسنى صافي مشيت لها جيت تخاف عاد تعير بيا وكا خيمه بزاف ما عقلتش انا بصراحه كنت دايره مع واحد خونا ياك المهم شفتيني من هذا من برا اسمي هي كنت دايره معاها دابا هي كتهضر صوفيا هي فاتت عندها كان داير معايا وانا علاش درت معاه كنت ملاحسه مع الاكس ديالي ولكن مني رجعت ليه خليته بلاكو مشيت عنده. واش عمرك فكرتي تهرب من الدار؟ هادي حاجه نورمال كنا صغار كنا صافي كنتي زعما كتناقش مع دراكم كدا ديك شقدير فيها زعما راك غتخرج غتجي حوايج كتخبي وشي العيو كدا داكشي ديال الدراري الصغار باش كنا صغار فري بصح كنا كنديرو اصلا زعما غنهربو كدا انا فكرت مره واحده فاش كنت باغي نرسك نتجمع هادي التوبه حيت ما كاينش واحد اللي غيرسك من غير والديك. انا اصلا ديما هاربه من الدار من عمري كنت في دارنا اللي مش هاربه من الناس انا خارجه من عمري كنت في دارنا. انا واحد النهار الكلمه قلت لماما ماشي تاع وي 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 المهم صافي من تما ما شفتش ماما على جوج سيمانات. عرفتي انا راه ما كنخباري والو عاد قالتها دابا. واحد تاع صاحبي ناتي راه صحابنا هما كانوا اللي كنخرج. وانا مالي يا رب صافي ما تقول فينا والي عارف ما خاصش اسق الخبار من قدام غدا 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 نسجها وتشال من قدام. السؤال مولا على الشيطان غدا غدا قلت لك غدا اسالي الفيديو صافي الدراري ما بقاش صغار لا والو غدا سؤال في قاعد الاسئله شنو واش بيت لك واش بيت لك حزقتي قدام الناس انا شدت الحزقه دابا شكون هزاف اخويا ناري ما عرفتش كيف الحزق واش بيت لك حزقتي تقولي تسمع وتسالي البوله حزقتي كوش ترين انا اختي الحزقه تنتشمش عارفني الحزقه سؤال انا تسدني اتاك تسدني الحزقه انا فاش كنت باغي يضربني باش كنت بغيت دخل عليك شي كتزير عليا انا كنت تسدني الحزقه ملي كيبغي يضربني عبدو
قول قول ايوب قول سكتو غنتنطر ايوب انت حزق انت ايوب بوستعيد تقول لي معبر واحد حزق يا قباله بعد ذاك كنا جالسين اسبوعين انا مشي انا ولا ما انا وجيتي وريني واحد الحاجه ويقول لينا ناري الدريات شكون عزق والله انا ضرر بالله والله يا انا ومشي انا يا زين شكون حزق وين حزق وين حزق وين حزق ما عليناش انا قلت لكم فوقاش هضر امشي داك نهار جد الوالد ديالو وكدا ما مكمل اصلا انا فوق ما شحال هذه فاش قلت لك الوالد غير كندير قدام الناس انا مش اصلا الحاجه طبيعيه هي اللي ما خصها دابا انا لاحظت صور كنا تنتعشاو ومن ثاني كنبغي بالرجوله اخي عزيزي انا اختي تنحزق ما الحزق حسن بلادو تلقاو رتاح واخا بهذا الكل انا تنتغدى كنفطر كنقول للدراري صبروا كمل السؤال موال شوف شنو ما جاوبتيش انت لا انا يلا انا قالت لي لا صافية المهم ما فيهاش الريحة حميد وفين راك انت تمصمصيصه من هذا مازال السؤال مازال السؤال ما قاش اسم الله فاند فيديو يا حميد وفين راك يا خي حميد جيت من الحزيق المهم الخوت وصلنا لاخر الفيديو كنتمنى يكون عجبكم الفيديو نتمنى يكون عجبكم الفيديو مي قفرتي ما تنساوش لايك كومونت تنساوش ابونو فلاش جناب بزاف ديال الناس ما كتشوفوش الكاسيون الفيديو خصكم ضروري الخوت تفعلوا الجرس بلاص ابوني كتلقى واحد الجرس هذا كتفحكيو عليه كتفعلوا الجرس باش توصلكم النوتيفيكاسيون فين كيطلع الفيديو كيوصلكم نتوما الاولى المهم الخوت كتبوا لكم عجبكم الفيديو الا نساوش لايك شي كومونتير زوين نساوش واحد الحاجه السياج ديالي راه نعطيكم الريب قلنا لكم في الكلاس ما تنساونيش الخوت عاونوا المهم الخوت غادي ندير اكل فقيرات امك ايوا ايوا ستسيت ايوا يلا يا خوت استنى لقطات فيديو بلا اشكركم